ابن علی نه روزنده کسی میثم تمار شود. نشأ في أفغانستان بمسمى، وترعرع في إيران بغيره، وقاتل في سوريا بثالث، إلا أن بنيته الداخلية ونواته الصلبة بقيت راسخة، مربوطة بإرادة الحرس الثوري ومخططاته. بدأ حياته العسكرية بالقتال إلى جانب إيران ضد العراق، ثم القتال مع حزب الوحدة الشيعي الأفغاني ضد حركة طالبان، إلى أن وصل إلى الشام مشحوناً بأحقاد السنين وخسائرها. لواء فاطميون مجموعة مسلحة تضم آلاف المقاتلين الأفغان والإيرانيين، دعته طهران إلى سوريا فلم يتأخر، وكان أحد أسلحتها الفتاكة ضد الثورة، وما لبث أن طور نفسه وهيكليته الداخلية تنظيمياً وعسكرياً حتى أصبح أكبر قوة من المقاتلين الأجانب غير العرب المناصرين لإيران في الشرق الأوسط. فكيف ولدت فكرة فاطميون؟ من ضم اللواء؟ كيف عاش لخمسة وأربعين عاماً غالبيتها في الشتات؟ والأهم، كيف سيحركه المرشد مجدداً بعد أن صار على القائمة الأمريكية للإرهاب؟ جذور في تربة مالحة. تعود نشأة لواء فاطميون بشكله التنظيمي الواضح إلى بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، حين ظهر باسم لواء أبي ذر، رغم ظهوره من قبل على الأراضي الأفغانية إبان الغزو السوفيتي على شكل مقاتلين متفرقين تحت اسم جيش محمد. إلا أن حرب الثماني سنوات بين طهران وبغداد التي كان فيها حافظ الأسد داعماً للمحور الإيراني شكلت فرصة تاريخية للمقاتلين الشيعة الأفغان اللاجئين على الأراضي الإيرانية لإعادة بناء أنفسهم على هيئة ذراع مسلحة بيد الحرس الثوري، ستكون ذا حظوة متواضعة من ناحية المكاسب لدى المرشد بعد 45 سنة من الخدمة. فتش عن الهزارة. يتألف اللواء بشكل أساسي من الجيل الثاني من اللاجئين الأفغان الذين ينتمون إلى عرقية الهزارة الشيعية، وينحدرون أساساً من ولايات بأميان وبلخ وسربول ودايكندي وهرات الأفغانية، إذ لجأوا إلى إيران بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979، وجرى تجنيدهم على أسس مذهبية أولاً وآخراً وفقاً لاعترافات سابقة للمرشد، قال فيها إن الأفغان الهزارة إخوتهم في الدين واللغة والمصير، وهو الأمر الذي سهل عليه الإشارة لهم بالتوجه إلى سوريا، ساحة المعركة التي عرته وعرتهم وعرت رواية حماية المراقد الدينية والمقامات. سوريا أرض الأسئلة لا المراقد وحسب. يعد علي رضا توسلي أبرز شخصيات اللواء، وهو المؤسس الأول له، وعام 2013 توجه إلى سوريا بشكل رسمي وتسهيلا لوجستيا من الحرس الثوري على رأس جماعة صغيرة لاستكشاف الواقع، ما لبث أن طلب لقواته الجاهزة باللحاق به إلى أرض الشام ليبلغ عددهم وفقا لإحصائيات بحثية 14,000 مقاتل انتشروا في ريف حلب ودرعا ومحيط دمشق أولا، ثم انتقلوا إلى أرياف دير الزور وحمص لاحقا. فسجلت الشبكات الحقوقية المحلية والدولية تورطهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أسس طائفية، حتى قتل الأب المؤسس رضا توسلي مع مجموعة بارزة من قادته في درعا في 28 من شباط عام 2015، وهي اللحظة المفصلية التي وقفت فيها فاطميون والمرشد والحرس وبشار الأسد وجها لوجه، إذ لم تقدم تعويضات مجزية لذوي القتلى،
ولم تحصل جميع عائلاتهم المقيمة في إيران على وثائق رسمية حسب الوعود، بل أضحوا تحت المنظار العالمي بدقة أعلى، حيث صنفتهم الولايات المتحدة عام 2019 على قوائم الإرهاب العابر للحدود. فاطميون بلا مرشد ولا مستقبل. تدخل الحرس الثوري لإدارة فاطميون بشكل مباشر بعد مقتل قائدها توسلي، إلا أن المعضلة كانت مع نهاية الاشتباكات العسكرية في عموم سوريا تقريباً، حيث جاء وقت الأسئلة الصعبة عن المكان الذي سيتوجه إليه أكثر من 10,000 مقاتل. ترفض دولتهم الأم أفغانستان استقبالهم، وتخشاهم في الوقت نفسه من أن تحركهم طهران نحوها بعد خروج القوات الأمريكية، كما أن عدم التزام إيران بوعودها الكاملة تجاههم شكل خيبة أخرى لهم ولعائلاتهم، إذ ما زالت تجمعات الأفغان في إيران محرومة من التعليم والصحة والخدمات الأساسية، ولا ترى فيهم الدولة العميقة سوى أدوات يقاتلون ويقتلون.